صباح الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه النهارده فيديو بقى توضيب التلاجة، تنظيفها وفرشها بالمنظمات الجديدة وتنظيفها بقى من الأعماق. انا سايباها بقى لي فترة عشان برضو انظمها معاكم وانضفها معاكم، اهو واللي في الارض الرفوف والحاجات دي طبعا هغسلها. إيه بصوا، هي ايه اول حاجة، إيه انا دي تلاجة اللي بره، انا عندي تلاجتين، واحدة في المطبخ وواحدة في السفرة. طيب ليه؟ لان انا من جوه مكان صغير، مخصص صغير للتلاجة، بتاع الدولاب يعني مخصص للتلاجة صغير، كانت الاول مكفياني لان انا كنت اتنين بس اول ما اتجوزت. بعد كده ما شاء الله لما خلفت ولادي وكده ما كفتنيش، فجبت واحدة تانية بره، دي شارب اللي هي السودة، تمام. بس انا كده شلت كل الرفوف، بس الوحيد اللي انا مش بعرف اشيله على طول اللي هو تحت اللي فوق الدرجة على طول، مش مشكلة انا بعرف اعمله برضو بالفرشة وكده، وحواريكوا ازاي. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ كل بقى اللي في الباب وكل اللي هنا الرفوف دي هغسلها كلها بايه؟ طبعا عادي بالليفة والصابونة وكل حاجة وكده، ومع المسحوق اللي انا حاطاه اللي هو الفيري بحط شوية خل، تمام. هعمل بقى كل ده وبعد كده هاجي معاكم. اول حاجة هعمل معاكم طيب الرف ده الموجود عشان ابقى ايه، يبقى نظيف، وهاخد الرفوف التانية اعملها هناك واجي بقى انضف التلاجة معاكم، تمام. الرف ده هو بقى ايه اللي بيعاندني على طول، تمام. اول حاجة هعمله، بس هو بيبقى يعني فله في دقيقتين، يعني في ثانيتين اهو كده، تمام، بقى نظيف جدا. وبعمل ايه كمان في الفرش دي اللي انا قلت لكم عليها، الناعمه مش الخشنه، تمام. بعمل بقى كده الجوانب بتاعته، لو في اي حاجه، بصوا يعني ايه مكان الازاز لما يكون لازق في البلاستيك يبقى فيه حرف كده، بعمل طبعا بيه كده كله بالفرشه اهو. طبعا وانتوا شاطرين وعارفين الكلام ده كله، يعني الكلام ده كله انا عارفه الستات المصريه يعني وشاطره قوي يعني ما شاء الله. اهو في ثواني بقت فله. طيب انا حاطه ايه؟ حاطه شويه فيري وخل وميه، تمام، بس كده. وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب الفوطه بتاعتي اهي وهروح مسحه الكلام ده كله. ده اول رف بس عملته معاكم علشان هو ما بيتشالش. وبعد كده هعمل بقى الرفوف، طبعا همسحه كويس جدا من الصابون وكده، هعمل الرفوف اللي هي التانية وهغسلها واجي لكم. بصوا يا حبايبي، بالنسبه كمان للباب اهو، بعمل كل الباب كويس جدا والحروف دي برضو، تمام. والحروف دي لو اي حاجة فيها عايزة تتعمل بالفرشة نعملها بالفرشة، بس هي ايه مش محتاجة يعني. والباب نفسه برضو يعني كل ده طبعا هيتعمل، والجلد اللي هنا برضو كل ده. وهقول لكم حاجة، البتاع ده المسحوق اللي احنا استعملناه الفيري، الخلطة يعني الفيري وخل وشوية مية ما ننساش اهي، واخليها كلها بقى ايه هنا وهنا زي الفل والجوانب وكله، وهرجع لكم بقى واغسل الرفوف وهرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا عايزه بقى اوريكم طريقتي في تخزين الخضار. وقبل كده برضو واحده متابعه حبيبتي سالتني عن العلب والحاجات دي، تمام. انا طريقتي في تخزين الخضار ايه؟ انا بجيب الخيار والطماطم والفلفل والكلام ده كله، وهوريكم برضو ايه يعني بعمل ايه. بحط بقى ايه فوطه من تحت، دي علبه تابروير، تمام. بس برضو انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا بالنسبه للخضار، والله انا العلب اللي هي دي زهران دي انا بحبها جدا، وعندي بقالها مثلا بتاعت 4 سنين وما بيجرالهاش اي حاجه، ودي كانت ب 30 جنيه على فكره. اه طبعا دي كانت داخله في، لا كانت اكتر، دي كانت ب 200 وحاجه، دي ب 30 جنيه. والله العظيم حلوه وبتنجز وجميله ومش لازم يعني الغاليه عشان تبقى الخضار يعني، لا يعني بالنسبه للخضار معايا، وقلت قبل كده العلب زهران حلوه. اه بالنسبه للعلب الثانيه بتاعت التخزين والحاجات دي، الاكل بواقي الاكل وكده، بصراحه انا تبروير اشجعها، تمام. بعمل ايه بقى؟
بحط اهي علبه تبروير اهي، وبرده هوريكم في العلبه الثانيه. بحط الفوطه من تحت واروح جايبه الخضار، الخيار مثلا دي لو انا جايبه 2 كيلو طماطم بتاخدهم كلهم، لكن لو جايبه كيلو كيلو برص كده الطماطم وبرص الخيار اهو كده حبايبي تمام. واروح برضو انا جايبه فوط بقى كده، دي صغنونه للخضار بس، بروح حطها كده. واروح لو هنا في اي حاجه ميه، كل يوم وانا بطلع الخضار لو في اي ميه بمسح بخليها ناشفه. طيب الفوط دي عايزه اقول لكم حاجه مهمه، الفوط دي انا بغليها عشان تبقى تفضل كده صحيه وما يبقاش فيها اي ميكروبات، لان دي بحطها على الاكل على طول. يعني دي مثلا كل يومين ثلاثه الاقيها اتبلت اروح مغيراها وحاطه ايه بدلها، دول رخاص مش غاليين تمام. واروح مغطيه طبعا، تفرويه بيتغطى كويس جدا. وهنا العلب عليها اللي هي اللي على كل حاجه تحطي ايه، زي هنا اهي دي تبقى الفتحه كده، فتحه يمين فتحه شمال او من النص او كده، ده بتاع تبروير تمام. طيب بالنسبه بقى لدي اللي هي زهران بعمل ايه، برضو دي انا عاملاها للجرجير يعني للخضره نفسها، البصل والبقدونس والجرجير والكلام ده او اي حاجه، برضو هوريكم الثانيه فلفل. بعمل ايه، اروح برضو هي دي من تحت فيها اللي هي الشبك، بصوا فيها الشبك، فانا بروح حاطه الخضره كده تمام فوق بعضها. استنى هوريكم برضو ايه الجرجير اهو يا حبايبي، الجرجير اهو اروح حاطاه بقى كده تمام، جايباه اهو كده فوق بعضه. وممكن برضو بقطع الحته دي عشان ما يبص، اروح قطعاها بالسكينه واروح بقى رصه كده، رصه الخضره، ولو بقدونس كرفس اي حاجه، واروح عامله برضو بالفوطه كده وتكون العلبه ناشفه، هنشف العلبه خالص واروح مغطياها تمام، غطيها كويس قوي. طبعا هو ايه برضو محكم، مش محكم محكم. طيب اهو لسه جايلي فلفل طازه اهو، اروح حاطه الفوطه من تحت، دي ما فيهاش شبكه مش عارفه راحت فين، هروح حاطه الفوطه من تحت اهي واروح حاطه الفلفل تمام، واروح حاطه برضو فوقيه الفوطه. اي بقى اي انواع خضار، ليمون فلفل جزر خيار طماطم اي حاجه تمام، واتاكد ان دي ناشفه واروح كده مغطيها تمام. وهي دي علب زهران طويله كده، دي فظيعه ما بتاخدش مكان في التلاجة، وبتاخد بقى الخضره كلها بالطول كده وحلوه جدا. طيب بالنسبه للخس الكابوتش بعمل ايه، بشيل دي اللي هو اللي من بره ده وبرميه هنا، واروح جايبه الستريتش رول ده ولفاه بيه كويس جدا، بتقعد معايا. انا نسيت اقول لكم حاجه، الخضره دي بحطها في العلبه هنا بتقعد معايا اسبوعين واكتر، يعني لو الجو حلو كمان، يعني الحر بيبوظها، بتقعد معايا فتره كبيره جدا، يعني 10 ايام اسبوعين، يعني كل ما بلاقيه بصراحه بعوزها بلاقيها كويسه، فبتقعد معايا فتره طويله جدا. ده الخس تمام كده، اخد منه بقى اللي انا عايزاه واروح ايه لفاه تاني، بيقعد برده معايا. الليمون بحطه في العلبه بتاع التابر وير دي، برده نفس النظام بعمله كده تمام. طيب كده احنا خلصنا الخضار وحطيناه في العلب وكل حاجه، عايزين برده نحطه بقى ننظمه في التلاجة. بصوا يا حبايبي في حاجه نسيت اقول لكم عليها، طب انا دلوقتي ما عنديش العلب دي تمام، وعايزه برده ارص هنا في المنظم ده، اعمل ايه؟ اروح برده من تحت فرشه فوطه او كلينكس تمام، او كلينكس على المطبخ، بس انا بصراحه بحب الفوطه، وبعد كده بغيرها لما تتبل، بحسها تخينه كده وبتستحمل، لما تتبل بشيلها واغسلها واحط واحده تانية. الكلينكس برده بيبوش، بتفضلي كل شويه بقى تغيري، لكن دي بتستحمل كام يوم تمام. هروح حاطه ايه في المنظم بقى ده بتاعنا الجديد الحلو ده اروح حاطه ايه، حاطه الخيار اهو وحاطه الطماطم، بصوا اهي الفوطه ايه عشان بقاله فتره، بصي اهي عايزه بقى تتغسل تمام، ده مكان الخضار. واروح حاطه بقى بقول لك الطماطم الخيار ده لو ما عنديش العلب دي اعمل ايه، واروح حاطه بقى الفلفل اهو اهو يا حبايبي كده رصه حلوه، الطماطم لوحدها اهو، الفلفل والخيار لوحده. وساعات بعمل ايه
اروح موقفه الفلفل الخيار كده عشان تبقى ايه سهل عليكي، تفضليش بقى تنعكشي في الرصه كل شويه، لا يبقى سهل عليكي كده. اهو الخيار اهو، بس انا عايزه اجيب خيار ازود خيار يعني، وتوقفي الخضار كده هوريكي في الاخر برضو، بحيث تسحبي منه يبقى سهل جدا اهو. تمام بصي اهو كأنك بتعملي حله محشي موقفه الخضار، تسحبي بقى على طول. طيب إيه كده عملت ايه بقى؟ انا حطيت هنا في المنظم واروح جايبه الفوطه بتاعتي تمام، واروح عامله كده وكده احطه في التلاجة على طول ما يجرالوش اي حاجه. على فكره انا لما بسيب الخضار من غير اي حاجه ما بغطيهوش بيكرمش وبيدبل على طول تمام. طيب مش عايزين الفوطه، ما عنديش الفوطه، اروح جايبه كلينكس كده ويكون تخين بتاع المطبخ، واروح حاطه كده تمام وعلى التلاجة على طول. دي زي ما هي كده، زي ما هي برضو على التلاجة تمام. يلا بينا بقى نروح للتلاجة. كلها بقت بتلمع كلها، الباب وتحت بصوا من هنا وكده. على فكرة الخلطة قلت لكم عليها اللي هي الفيري والخل والمية، او الجنرال والخل والمية، دي تحفة. بصوا شايفين اللمعة عاملة ازاي، وانا عملت الرفوف خلاص وهنشفها خلاص واركبها واوريها كده. انا خلاص خلصت التلاجة ورصتها، وعايزة بقى اوريكم الرصة بتاعتي ايه، ولسه في حاجات هرصها معاكم تمام. عايزة اقول لكم انا حطيت ايه هنا، ده باسكت الخضار اللي احنا عملناه في المطبخ تمام، ده باسكت البرتقال والكيوي. بصوا انا الفاكهة بحطها في التلاجة، ما بحبش احطها برا لانها ملهاش روح يعني، بتقعد كذا يوم وخلاص بتبوظ. فكده انا حطيت البرتقال وده اليوسفانتي والكيوي والتفاح تمام. طيب الباسكت بقى ده فيه ايه؟ ده فيه دقيق، كل انواع الدقيق اللي انا بجيبها بحطها في كيس برضو يعني، الكيس بتاعها بحطه جوه كيس علشان لو اتخرب ما يبهدلليش الدنيا. ده الباسكت ده بقى فيه اللي هو التمر، وفيه البودنج اللي هو الكياس دي تمام، حلوه جدا بجيبها من عند فتح الله، حلوه قوي وبعمل بيها ايه بودنج. طيب العلب اللي جوه دي برضو فيها تمر، دي علب تابروير بحفظ فيها التمر، بيفضل يعني طازه وما بيبقاش ما بيجرالوش اي حاجه تمام. وهنا الباب بحط انا بقى هنا البيبسي والعصاير والميه تمام كده اهو، وهنا بحط الادويه، وهنا طبعا البيت اهو كده واضح اكيد تمام. طيب الادراك بقى بحط فيها ايه؟ انا عندي بحب الرز البسمتي، على فكره الرز البسمتي النوع الطاهيه ده احسن نوع، انا بجيبه حلو جدا، احسن نوع انا بحبه يعني، ممكن يكون عندكم انواع تانية برضو بقولوا لي. الكيس ده انا حاطاه فيه ايه؟ فيه خروب. لما بيجي رمضان كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب، بيفضل بقى خروب، كيس خروب، فبجيبها واحطها ايه في، لازم احطها في الثلاجه تمام. بحط بقى هنا برضو البرطمانات دي فيها جوزمين وزبيب، انا اي نتس او اللي هي المكسرات بحطها في الفريزر، لما تفضل بحطها في الفريزر تمام. ده كده حلو كده. طيب تاني بحط ايه بقى؟ انا بحط برضو المكرونات دي اللازانيا، بحط اي نوع مكرونه بحطه في التلاجة، حتى في التلاجة دي او التلاجة اللي جوه. دي والبقوليات والكلام ده بحطهم، والمكرونه بحطهم في التلاجة لاني بخاف اللي هو يسوس ويبوظ تمام. الشكل النهائي بتاع التلاجة بتاعتي، العلب اللي فوق دي ده الخضرة تمام، وده الخضار برضو، الليمون بقى، بقيه الحاجات دي انا على فكره بحط الحاجات دي عندي في المطبخ، في تلاجه المطبخ، اي خضار بحطه هناك، واي بقى علب بواقي اكل، واي مثلا حاجه فضلت برضو، حاجات كتير برضو بحطها في التلاجه هناك. مره لو انتوا عايزين اقول لي اعمل لكم ريفيو على التلاجه الصغيره وبحط فيها ايه، ابقوا تقولوا لي بس في الكومنتس تحت. وده طبعا الجبن بس، وهنا برضو عندك مكان بقى لتحطي علب بقى بواقي اكل او اي حاجه اللي انا بحطها هناك، انت ممكن بقى طبعا تحطيها هنا في التلاجه بتاعتك. مش عايزه اقول لكم المنظمات حلوه جدا جدا جدا، بتاخد حاجات كتير جدا، وبعدين الشكل شيك قوي. انا كنت الاول بحط اللي هي المنظمات اللي بتبقى باينه يعني، بصوا كده الشكل عامل ازاي، بصراحه طلعت روعه. والصغيره كمان ممكن تجيبيها تحطيها مثلا لو في مكان كده تحطيها جنبها.
لسه بقى الدراك هحط فيها بقيه المكرونه. انا قلت بس اخلص لكم الفيديو. هو ده كان فيديو النهارده، ومعلش برضو لو هو طول. انا كنت عايزه بصراحه اعمل لكم الفريزر كمان ما كنتش اعرف ان الفيديو هيبقى طويل. ان شاء الله بكره، يعني انا النهارده ممكن اعمله او بكره ان شاء الله اعمل لكم الفيديو بتاع الفريزر. في حاجه تانية انا عايزه اعملها لكم من بره برضو بالجلانس، لان هي عشان ازاز فليها شويه ايه حاجات كده هقول لكم. بالنسبه بقى للثلاجه دي اوحش حاجه فيها بصراحه، يعني انا ندمت بصراحه ان انا جبت ايه، ان هي بكل اي حاجه في الايد. طبعا ايه، انا لابسه اشارب وكل حاجه وعامله حساب عشان هي ازاز، لو اي حاجه بانت مش مشكله، لابسه الاشارب تمام اهي. عايزه بس ايه تتعامل على طول بالجلانس تمام عشان تنضف. اي ايد لو ولادي اي ايد جايه عليها بتعلم تمام، فبالجلانس بتبقى زي الفل، وبرده الايدين وكل حاجه بتبقى زي الفل. بس اهي شكلها من بره تمام. وده يا حبايبي الشكل النهائي للثلاجه. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون افكاري عجبتكم وتعلمتوا منها حتى ان شاء الله حاجه بسيطه. انا عارفه طبعا ان انتوا شاطرين جدا وانتوا اللي تعلموني، بس احنا كلنا بنتعلم من بعض. ف كنت مظبوطها، بس يا ريت لو حد فيكم عنده افكار تانية، وهو الباب لو حد عنده افكار تانية يا ريت يقول لي. ويا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله كنت عايزه اعمل الفريزر بس مش هينفع بكره ان شاء الله اعرض لكم بقى فيديو الفريزر. ولو عندكم اي تعليق يا ريت تقولوا لي عليه، حلو او مش حلو، او اي كومنت يعني تقولوا لي عليه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو عجبتكم بقى التلاجة يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب. باي باي.